بسم الله الرحمن الرحيم. انا جيت كنقدم واحد الشكايه ديالي، وهذا الموضوع كيتعلق بينا حنايا كاسره، حيت فقدنا واحد زوج الاخت ديالي بسبب الاهمال اللي كان في محمد الخامس من طرف الطبيب. وقبل ما ندخل في صلب الموضوع، كنوجه التحيه لسيد المندوب الصحه، لاننا قدمت الشكايه خداها بعين الاعتبار، والموضوع ماشي في اطار التبين والتحقيق. اللي بغيت قلت ان هذه الماساه عشناها حنايا كاسره، ولكن حنايا اذا جينا نشوفوا غادي نجبروا واحد المجموعه ديال الناس اللي عاشوا هذه الماساه هذه من خلال الاهمال ولا مبالاه اللي كاينه في المستشفى محمد الخامس من طرف الطاقم كله ديال الاطباء، ماشي كل الاطباء، انا كنهضر على الانعاش، الطبيب ممرضه بطبيعه الحاليه تحت الارشاد ديالو، الا ما عطاش الاشاره ما غتعمل والو، وديك المرافقين ديالو كاملين كانوا سبب في وفاه هذا الرجل. الرجل جبناه من الهلال الاحمر، عنده تقرير طبي باش يمشي يشبه الفرش في سوق البقر على الحاله ديالو كلها. سوق البقر دخل الرجل، انا ساعات متعدده كنفتش على الكروسه باش ندخل الرجل في واحد الحاله يرثى لها، صافي تجبرت الكروسه واللي كيدور تما غير ديك سيكوريتي، هما هذوك هما موالين السبيطار سيكوريتي. تجبرت الكروسه، دخلنا الراجل، الراجل بقى في الكروسه هيدا متني على النص كيقدف، حيت عنده ضيق في التنفس، عنده السكر 4 غرام، كيقدف الراجل. الطبيب كيف ما شافو قالش عنده هذا، يعني حيوان اش عنده هذا. ملي عطيتو الملف قال خصو التحليله ومشى. مشى، انا ما عرفتش هذه التحليله شكون غيعملها، واش الطبيب واش انا. تبعته كنقول فين يعمل التحليله، قال لي استهزأ بيا، قال لي شوف هذه تابعاني لاصقه فيا، اش عندك تابعاني لاصقه فيا؟ قلت له انا ما تابعك ما لاصقه فيك، ما عندي حتى شي علاقه بك، كنهضر لك على الحاله السيد اللي جالس كيموت رافينا في الكروسه. جاو مشى عند الممرضه كتب لها هذا التحليله، مشى فحالو مشى فحالو. الممرضه بطبيعه الحال بوحديتها اللي في الانعاش، فوقاش غتوصل النوبه للراجل باش تستعمل له هي التحليله. ما نعرفش شحال من ساعات عاد وصلت له النوبه، والراجل في الكروسه كيقدف، الطبيب كيدخل ويخرج كيدخل ويخرج، كيمشي لديك البيت ديالو كيجلس تما، عاوتاني كيجي كيشوف الراجل ما كيعطيها ادنى اعتبار، الراجل كيقدف كيخرخر وجالس في الكروسه. دازت وقيلا شي ساعتين على ديك الحاله، مشيت انا جبت واحد البايص من الانعاش من ديك المستعجلات، وعيطت لواحد جوج درجل قلت لهم هزوا لي هذا الراجل عملوه في. وهادشي كامل على مرأة من الطبيب والممرضه وديك الطاقم اللي كيرافقهم كله. عملت الراجل في البايص، الراجل كيقدف كيخرخر، عنده السكر 4 غرام، يعني بمعنى خصو صيرو باش يعمل الدواء ديالو باش ياكل. بقى الراجل من الوحده ونص حتى 8:30 خرجت الروح ديالو، ما كلا ما شرب ما حتى شي حاجه، ما كاين صيرو ما كاين اكسجين، اقل حاجه يعملوا له الاكسجين اقل حاجه، ما تقول حتى بشي حاجه، كيقدف هيدا بحيث التنفس ديالو مره ما عتقول حتى بشي حاجه. طلعت كنجري كنشوف واحد الصديقه ديالي تما ممرضه، جبرتها دخلت جات بقات كتغوت عليهم كتقول لهم الراجل في هذه الحاله ما عملت له لا الاكسجين لا سيرو لا حتى شي حاجه. دخلته عملت له الاكسجين عملت له السيرو. من بعد انا دخلت لواحد المسجد تما باش نصلي، كنسمع كتقول الحارس العام الراجل ملي جا في الجوج اولا في الوحده ونص لحد الان، يعني العصر فايته ما عملوا له حتى شي حاجه، راجل في حاله خطيره وخصو كان جا على اساس يدخل العنايه المركزه باقصى سرعه، ما تقول حتى بشي حاجه، بقى كيقدف هذاك على قتل. قال له هو وصافي تينا عملتي شغلك وصافي، يعني صافي قمتي بالواجب، تنأخر ساعتها كان الراجل فات فيه الفوت صافي. انا يدخل مشيت ديك الساعه انا باش نصلي، لان كانت لحقت علينا الظهر والعصر، مشيت باش نصلي جيت جبرت الراجل مات ما شافو حتى شي واحد في وسط الناس، والطبيب تما، يعني الحيوانات هذوك قدامه ما كيعيرهم حتى شي اهتمام. مات الراجل، انا ما عمري شفت الموت، ما عنديش تجربه بالموت، كنقرب كنشوف الراجل ديك التخبيط اللي كان كيخبط بالتنفس ما بقالو شي، كنشوف في عينه كنجبر العين ديالو شاخصتين، كنقول ما نعرف واش مات ما واش ما ماتش، مع شفت واحد العرق انايا باقي كيخليلو، يلا كانت خرجت وقيله الروح ما تاكدتش. مشيت عند الممرضه كنقول لها جي شوف وقيله الراجل مات، جات كيف شافت الراجل تفافت هيدا مشات كتجري، وانا تبعها كنقول لها مات ما كتجاوبنيش.
مشات جاو جوج اخرين جابت واحد جوج اخرين ما عرفتش شكون هما، واش ممرضين ولا سيكوريتي ولا ما نعرف، لان السيكوريتي كيخدم تما اكثر من مسؤولين اخرين. جبتهم كيشوفوا الراجل صافي، هما هضروا مع بعضيتهم شويش، انا ما سمعتهمش كيقولوا مات. انا كنقول لهم واش مات، انا باقا ما مأكده شي من الموت ديالو، ما كيجاوبونيش. قالوا لي لا حنا غنديوها للانعاش، وداوها الراجل كامل الزرق، يدو زرقاء وكامل الزرق، مشى صافي الراجل مات، داوها للانعاش. انا باقي ما قالوا لي شيء واش مات ولا. تبعت حارس العام كنقول له واش السيد مات ولا باقي بالروح، كيقول لي قال لي تينا مراه مؤمنه بالله. بقيت كنغوت، بديت كنغوت مع الطبيب، قلت له قتلتيها المجرم، قتلتيها، قتلتها المجرمين، قتلتها المجرمين. الرجل ما اعتقدته حتى بشي حاجه، طبيعة الحال حنا عرفنا الاجل ديالو وصل ديك النهار، كان بامكانه يموت في الدار ديالو، كان بامكانه يموت مرحوم، الاكسجين السيرو على اساس الدواء ديالو السكر، والسكر 4 غرام، خلاوه في العذاب الشديد 7 سوايع عاد خرجت له الروح. قلت له انا امراه مؤمنه بالله ولست مؤمنه بالاهمال، هذا اهمال تسبب في القتل ده السيد، وهذا الطبيب الدكتور اقبيب الطاقم اللي كان معاه كله كان حملوا المسؤوليه، ويوم القيامه غادي يجوا حاملين الروح ده الانسان اللي عذبوه بهذا الشكل هذا، ما تقوش حتى شي حاجه. الاكسجين الناس كيعملوه في الزنقه بلا ما كيحتاجوا حتى يجيو من محمد الخامس، واحد الحاجه اللي هي متوفره في الزنقه، تجبر شي واحد يلصق لك، تكون عندك ضيق في التنفس يلصقوا لك في الدار ولا شي فارماسيا ولا، بلا ما يجيو الطبيب. وتبارك الله الطبيب والطاقم ديالو، والراجل كيموت ما علاش، حيت ما كيعطيونا الانسان حتى شي قيمه، حتى شي اعتبار. هادشي حنايا كنا كنسمعوا عليه كنشوفوه، ولكن انا عينته بيدي وشفت كيفاش الانسان عندهم في محمد الخامس بحال حيوان، انسان بحال حيوان كيتعمدوا باش يقتلوه، حيت باش ما يبقاش هو مشغول به، وعاد يعمل لك الميلاف يسردوا لك المتعة اخرى، ولا يشوف له الفراش هو يقتلوه يرتاح منه، حيدو من الطريق. هذا هو هذه السياسه اللي شفت انا ديك النهار. هذاك الطبيب ما قراش حتى التقرير اللي جا من هذا الهلال الاحمر، والتقرير فيه كل شيء، فيه الرجل عنده السكر وصل له 4 غرام، فيه الرجل عنده ضيق في التنفس حد مزمن، كيف ما يدخل خصو الاكسجين بعد هي الاولى، ما عملوا حتى شي حاجه. انا هذه الرساله كنوصلها للراي العام، وفي نفس الوقت كنحمل المسؤولين، وفي نفس الوقت انا غنتابع هذا السيد لان تسبب في القتل الراجل باقي صغير، يلا عنده الولد عنده 12 عام تسبب في القتل ديالو، انا غنتابعه الا ما توصلت والو لهنا، انا غادي نمشي للرباط ونتابع هذا الطبيب، الاستهانه ديالو بهذا الروح والاستهانه ديالو بالانسان، ما قدرش يتحمل المسؤوليه، نزل الاستقاله ديالو مشي يجلس في الدار حتى شي واحد ما يحرق له راسه. هو كمسؤول الوضعيه ديال المستشفى كامله كيعرفها، بما انه كيعرفها خصو يخدم في ديك الوضعيه، بوحديته في المستعجلات هذاك الشغل ديالو ماشي ديالي انا، اللي كنعرف انا طبيب عملته الدوله خصني ندي، الا ديت لي لواحد الانسان خصو يتنقد هذا الانسان، هو يتنقد وغادي يموت في ديك الساعه، قدر له باش يموت في ديك الساعه في ديك النار ماشي بديك الطريقه.